يعني بمناسبه راس السنه الامازيغيه الجديده ارتئينا بتنظيم هذا المعرض هذا لكي احتفاء بالذاكره الامازيغيه وبالرموز ديالها في مجالات مختلفه. هذا المعرض هذا كيضم يعني ازيد من 40 لوحه للشخصيات اللي ساهمت في الرفع بالوعي الامازيغي، يعني كيبحال محمد منيب، كيبحال احمد التغرني واخرون الى اخره. يعني وكذلك يعني هذا المعرض هنا يعني كنربطوا يعني ربط يعني ما بين الاجيال جيل الامس واليوم، يعني بتعريف هاد الشخصيات هذو. يعني هادو هما المناضلين الاولين، يعني كيبحال ابراهيم اخيات مثلا هو اول مؤسس للجمعيه الامازيغيه يعني في المغرب، يعني واخرون كيبحال يعني اللي ساهموا. يعني هذا المعرض ما فيهش غير الناس ديال الحركه الامازيغيه، ولكن فيه الناس كاملين المساهمين بكل شيء بالثقافه الامازيغيه عموما، يعني كلغه كهويه كثقافه، يعني في المجال الموسيقي في المجال الثقافي والكتابي الى اخره. جد سعداء في التواجد ديالنا في هذا العرض بمناسبه السنه الامازيغيه، واول مره يعني الاحتفال بالسنه الامازيغيه، وهذا الشيء كيشرف يعني البلاد ديالنا المغرب اللي صاحب الجلاله اعطى لها واحد القيمه باش تكون هذه السنه في اعلى مستوى ويحتفل بها المغرب كامل. وفي هذه المناسبه احتفلت يعني بلديه اكادير باعطاء واحد الاضافه للشاب سي اسحاق اللي هو فنان يعني غني عن التعريف، له واحد المكانه في نشر الثقافه الفنيه التشكيليه. وبهذه المناسبه يعني تعطى لهذا المعرض واحد الصبغه يعني امازيغيه 100%. يعني هناك يعني مثقفين من بعض الاطر يعني فنيه وباحثين يعني في نشر الوعي الامازيغي لدى شريحه المجتمع المغربي. وهاد الناس الله يرحمهم يعني عطاو الكثير للامازيغيه باش يحاولوا يعطيوا الناس يحاولوا يتفهموا ما هي اللغه الامازيغيه، ما هو التراث الامازيغي. يعني شيء جميل باش يكون هذا المعرض هذا في حديقه ابن زيدون، يعني لنا الشرف للحضور ديالنا ومع الفنان سي اسحاق اللي غني عن التعريف، وهذا الشيء كيشرف مدينه اكادير. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.